نبوات الساعة الثالثة من يوم الاثنين من البسخة المقدسة. بركات على جميع عمين من أشعياء النبي. بركات على جميع عمين. ويل للقائلين للخير شرا وللشر خيرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، القائلين عن الحلو مرا والمر حلوا. ويل للحكماء الذين فيهم فأعين أنفسهم والفهماء عند زواتهم. ويل للأقوياء الذين يشربون الخمر وللأبطال الذين يمزجون المسكر، الذين يبررون المنافق لأجر الرشوة وينزعون حق البار. فلذلك كما يحترق البروب القش بجمر النار ويلتهب بلهيبه المشتعل، فهكذا يكون أصلهم كالغبار وزهرهم كالهشيم، لأنهم رزلوا شريعة الله رب الجنود وأغضبوا واستهانوا بكلمة قدوس إسرائيل. فحمى غضب رب السباوت على شعبه ورفع يده عليهم ليضربهم، وسقط على الجبال وصارت جثث موتاهم مثل الثرى في وسط الطريق. ومع هذا كله لم يرتد غضبه، بل يده لم تزل عالية ممدودة. من أجل ذلك يرفع علامة للأمم من بعيد ويجتذبهم من أقاصي الأرض، فإذا هم يأتون سريعة بخفة لا يجوعون ولا يتعبون ولا ينعسون ولا ينامون ولا يحلون مناطقهم من أوساطهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم. هؤلاء الذين سهامهم مريشة وقصيهم مشدودة، حوافر خيولهم كصخرة صلبة وبكرات مراكبهم كالعاصف، لهم زئير كالأسد ويمسك ويصيح كوحش ضار على الفريسة، ويرمى وليس من يخلص، ويصرخ عليهم في ذلك اليوم كصوت البحر الخضم المتموج، وينظرون إلى علو السماء وإلى أسفل الأرض فيجدون ظلاما شديدا وظلما مدلهما. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد أمين. من أرميا النبي بركته على جميعنا أمين. من هو الإنسان الحكيم فليفهم هذا، والذي عنده كلام فم الرب فليخبركم. لماذا هلكت الأرض واحترقت وصارت كبرية بلا عابر؟ فقال للرب: لأنهم تركوا ناموسي عنهم الذي جعلته أمامهم ولم يسمعوا لصوتي، بل صاروا وراء عناد قلوبهم الشريرة وسلكوا وراء الأصنام التي علمهم إياها آباءهم. لذلك قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أطعمهم خبز الضيق وأسقيهم العلقم وأشتتهم في الأمم التي لم يعرفوها ولا آباءهم، وأرسل عليهم سيفا حتى أفنيهم به. هذا ما يقوله الرب: أدعوا بالنساء النائحات ليأتينا، وارسلوا إلى الحكيمات ليفتحن أفواهن بالكلام لينشدن عليكم نوحا، ولتسكب عيونكم دموعا ولتفض أكفانكم ماء، لأنه قد سمع صوت النوح في صهيون. مجدا للثالوث الأقدس.
إليس نيماس أسوس باتير بان تقرأ توربان أجدريس إليس نيماس الله وقعنا رمص حكنا نقول بشكر الحمد يا أبانا الذي في السماوات فلنشكر صانع الخيرات الرحمن ارحمني الله غازي رحمتك ما شوي سنين شوي سنين خنفراني فوتني بشيري كريليسون كريليسون كيري فلوكسون الساعة السادسة من يوم الاثنين البصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح يا أبانا الذي مقسمات القدس اسمك خيم بخريستوس إيسوس بن شويس كيري ليسون ثوك تتيقوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماهي شايني أمين مانو إل بن نوتي بن أورو ثوك تتيقوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماهي شايني أمين باتشويس إيسوس بخريستوس ثوك تتيقوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماهي شايني أمين خيم بخريستوس إيسوس Ben chois kire eleison thok tetigom nem pion em bismonem shoyni amin emmanuel ben noti ben oro thok tetigom nem pion em bismonem bio Ben chois isos le Christos thok tetigom nem pion Mesmonem bia mai shaini amin. Chem bechristos Iisus pen chois kirie leison thok tetigum nem bi o unem besmonem bi amahi shaini amin emmanuel ben nuti ben oro thok tetigum nem bi o unem besmonem bi amahi shaini amin ve chois Iisus bechristos توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو نمبي آماهي شايني آمين إن بخريستوس إيسوس بن شايس كيري إليسون توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو ماي شايني آمين إمانويل بن نوتي بن أورو توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو نمبي آماهي شايني بشويس إيسوس بخريستوس ثوك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين خيم بخريستوس إيسوس بن شويس كيري إليسون ثوك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين إمانويل بن نوتي بن أورو ثوك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين بشويس Iisus Bechristus Tog tetigum nembi oonem Bismonem bi amahi shayne amin In Bechristus Iisus Ben shoyz kiri eleison Tog tetigum nembi oonem Bismonem bi shayne amin Emmanuel ben noti ben oro Tog tetigum nembi oonem Bismonem bi amahi شايني من بشويث إيسوس بخريست توك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين خيم بخريستوس إيسوس بن شويس كيري إليسون توك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين إمانويل بن نوتي بن روثوك تتيقوم نمبيون بسمون بيا ماي شايني آمين بشويس إيسوس بخريستوس توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أمار شايني أمين بخريستوس إيسوس بن شويس كيري إليسون توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أمار شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو توك تتيقوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أمار شايني أمين بشويس إيسوس بخريستوس
tok te ti gom nem pi o nem bis mo nem bi a ma i sha e ni a mi chem be Christus Iisus ben choi se kiri e le iston tok te ti gom nem bi o nem bis mo nem bi a ma i sha e ni a mi nem manuel nu ti ben oro tok te ti gom nem bi o nem bis mo nem bi a ma i sha e ni a mi nem ba choi se Iisus be Christus tok te ti gom nem bi o nem bis mo nem bi a ma i sha e ni a mi nem be Christus Iisus ben choi skiri ele ison tok te ti gom nem bi o Onem bi amai shaini amin emmanuel ben nuti ben oro Tok te ti gom nem pi onem besmonem bi amai Amin beshois Iisus ve Christos Tok te ti gom nem pi onem besmonem bi amai shaini amin Chen be Christos Iisus ben chois kiri eleison Tok te ti gom nem pi onem besmonem bi amai shaine amin emmanuel ben nuti ben oro tok te ti gom nem bi o unen bies monen bi amahi shaine amin bechois Iisus bi Christos tok te ti gom nem bi o unen bis mo nem bi a mahi shaine amin bil masih yesu rabbina ya rab urham laka al-quwwa wal-magdi wal-baraka والعزة إلى الأبد آمين عما نوئل إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد
Yeah.
Taxiu tenei mesti sacrosio sto agio evangelio quiem che tonsione mon e che te somen sofia orti acus omento agio evangeli eiu u anagnosis e volchem bef angelionis oem Μαρκον Αγίου Δόξα Σοι Κύριε Jesus Jerusalem khon ber ve otaf som se betir fo otaf rohi ze sho bintetin u af e evole visanyane bimit snov o ebre verfte zvite taf evol khen visanyaf kohi o إطف ناف إي أوفون كنتهي فؤوي أون هان غو كيون صاف إي زهار أف ناقويم إهلي توتسو إطف إي غوس إم بفجيم إهلي إفيل هان غو فيني إبي سينغار نيكتي أن بي O etavroho be gafna jen enehli je oom o tahi o tisha ine
أو نفسو تي من جانف ماسيتيس أو أف إيروساليم أو إطافي خوني بإرفي أفري هيتسن أو إفولني تيرو إتي إفولنيم نيت شو بخين بيري فاي زي أو إني إتربي زانتني كولي تي سي تي سنم ني كي سيدرا انت نيري تي تشيروم بي ايفول افسو سو اوه نافكو انهلي ان بهينا انت اف ان او كوزمو او كوستيني ايفول خين هيتين بي ارفي أو نفتي أزو أو نفجو إموس نو جيس خيوت جي أبي إي إف موتي إروف جي أو إي إبروس إف شينيس نوستيرو إن سوتن زي أريتين آيف إم في في سوني إيه طاف سوتي من جيني أرشي رفس نمني صاخ أو نفكو تجي أفني كوت فينا إنش إن ريتي إينا في إرهوتي غربي خاتي في بمي جار تيرفنا في إر إجبيري إجين تيف سيفيو أو إشوب انت روحي شوبي نف اهلي إيفول صافول انتي فاكي اي وشتم بف انجل يونس او صاسي كيريه الطاهر بركاته علي جميعا امين. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. وقفت ارجلنا في ديار اورشليم الليلويا. اللهم اطرف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس. وصل شريف جعلنا ماري مرقس الرسول بركاته على جميعنا امين. ولما جاء يسوع الى اورشليم دخل الهيكل ونظر الجمع. واذا كان المساء في تلك الساعه خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فرأى شجرة تين عن بعد وكان عليها ورق. فجاء إليها لعله يجد فيها شيئا. فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا. لأنه لم يكن أوان التين. فأجاب وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرة إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا إلى أورشليم. ولما دخل إلى الهيكل ابتدأ يخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام.
ولم يد أحدا ينقل متاعا إلى الهيكل، وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا إن بيتي بيتي صلاة يدعى لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. فلما سمع رؤساء الكهنة والكتبة كانوا يطلبون بأي نوع يهلكونه، لأنه كانوا يخافونه. إذا الجمع كله كان يتعجب من تعليمه، ولما صار المساء خرج إلى المدينة، والمجد لله دائما. طرح الساعة الثالثة من يوم الاثنين من البصحة المقدسة، بركاته على الجميع آمين. في عشية يوم الشعانين أتى خارج المدينة مع تلاميذه، أعني المسيح إلهنا يسوع المخلص، فجاع وقال: أطلب طعاما. فرأى شجرة تين من بعيد، فأتى إليها يطلب ثمرا فيها، فوجد ورقا بغير ثمر، فلعنها فيبست من أصلها. فتعجب جميع تلاميذه وقالوا للرب: إن شجرة التين قد يبست. ضعوا الإيمان في قلوبكم، وكل شيء يسمع منكم، ولا تتعجبوا من شجرة التين هذه، أنها بكلمة واحدة يبست من أصلها. فإذا كان في قلوبكم إيمان لنقلتم هذا الجبل من مكانه. تعالوا وانظروا أيها الناس الجهال ما كان من شجرة التين هذه. اصنعوا ثمرة صالحة للرب لكي تخلصوا من الشرير. اصنعوا توبة أيها الكسالى لكي تنالوا الغفران. اغسلوا وجوهكم بدموع غزيرة، فإن الدموع تمحي الآثام. ووقدوا مصابيحكم بالفضائل لتضيء عليكم في الحكم. تألم مع أخيك وانظر الرب كيف تألم معنا حتى خلصنا. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا. لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمة إياك بيصوهم بيهم ببسخة بي بإصناف انت ببسخة صواب إيبو الخيم بيدوك صودوس انت موسيس ببروفيتي سيري ببسمو صواب شو بيمن آمين الصجيزين موسيس بكو إموس جيموشين كل مبولخين بايما انتك شبي سيجي عبير آنو مين انجي بكلاوس ناي ايطاك انو ايبول انبقى انكين مي اف اير بارا فينين ان كل مبول خين بي مويت ايطاك هن هن موب ايطوتو اف سامي اونو او إن أماسي أبوشت مفو أفشي شو شوشي إنو ممكن جي قوو بيقو جيناينه نك نوتين بإسرائيل طب إنك إخري إبول خنبقى إنك ميتينو زي كاتي انتا قمت روخن أو إنفون انتا أفقو انتا أفقو تو إبول انت ايكن اونشتي انس نو او صافتي او زين جي موسيس ام بيم سو ام شويس اف نوتي بغو ام موز جي زبو ام شويس اك نا غون تخين او ام فوني جيم بكلاوس نا ايتاك اينو ايبول خين ابقا ان كيمي ان هري خين تك نشتي ان غوم نم بك شوف شتي تشوسي مي بوتي انسي بوس انجيني ريمن كيمي جيت افينو ايبول خين او بوني ريا اي خوزفو خين نيتو او نم ايبوتو ايبول جيني بكاهي كاكي بول بشويس خين بقون
انتي بك انفون ووكو ايفول انتي كاكيا انتي بك لاؤوس انتي كرمي ان ابراهام نمي ساك نمي اكوب نايتاك اركي مخنو امين موك دي ايسري بيتين اقروق اشاي اما شو اي مبريتين نسيو انتي دبيخن بو اشاي او باي كاهي ترف باي تاك بوسيتيف ام بو اقروق او جي سيناري اكلر نومين اقوب شايني بشو ديف كوي فولنتي كاكية انتي بفلاو سافتاستو انجي موسي صافي بسيت ايفول هي بتو اريبي ابلاك سيسنوتي انتي تيتي مسمري بمسري كيخ النفجيك اني هان ابلاك سن اونيني افس خيوت ام بهوس اسناف باي سا نيم فاي اوش تنتي ثرياس سواب النوتي شايني نم شايني انت ميني نتو تيرو امين. الوقت الساعة السادسة من يوم الاثنين من سفر الخروج لموسى النبي بركاته على جميعا امين. وكلم الرب موسى قائلا امضي مسرعا من ها هنا وانزل لانه قد اسم شعبك الذي اخرجته من ارض مصر وقد زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به وصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا ذبائح لصنعة ايديهم قائلين هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر والآن دعني يضطرم غضبي عليهم وأبيدهم وأجعلك لأمة أعظم فتضرع موسى أمام الرب الإله قائلا لماذا يا رب يشتد غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوتك العظيمة وزراعك الرفيعة لألا يقول المصريون أنك أخرجتهم بكيد لتقتلهم بين الجبال وتفنيهم عن وجه الأرض أرجع يا رب عن حمو غضبك واغفر شر شعبك وأذكر عهدك مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت لهم إني أكسر نسلكم جدا كنجوم السماء في كثرتها وكل هذه الأرض التي قلت عنها أن تعطيها لنسلهم فيرسونها إلى الأبد فصفح الرب عن شر شعبه ثم رجع موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يديه وهما لوحان من حجارة مكتوبان من الوجهين من هنا ومن هنا مجدا للثالوث الأقدس إلهنا. سفر الحكمة لسليمان الحكيم بركاته على جميعنا أمين. أحب العدل يا قضاة الأرض اذكروا الرب بالصلاح اطلبوه بقلب سليم فإنها ما يجده الذين لا يجربونه ويتجلى الذين لا يكفرون به لأن الفكر الشرير يقصي من الله وقوته الظاهرة تبكت الجهال لأن الحكمة لا تدخل في نفس شريرة ولا تحلم في جسم خاطئ لأن روح الحكمة الطاهر يهرب من كل غش ويبتعد عن أفكار السفهاء ويبكت الظالم إذا أقبل لأن روح الحكمة محب للبشر فلا يبرئ المجدف بشفتيه لأن شاهد كليتيه هو الله وهو الفاحص الحقيقي لقلبه والسامع للسانه لأن روح الرب ملء المسكونة وبقية الكل وهو يعرف أصوات الكل فلذلك لا يخفى عليه أحد الناطق بالظلم ولا ينجو من الدينونة الآتية لأنه يفحص مشورة المنافق والرب لا يسمع لكلامه حتى يظهر أسامه مجد الثالوث القدوس. شوي سنينين شوي سنينين الساعة الثالثة من السادسة من يوم الاثنين البصخة المقدسة لتمخلصنا الصالح بركات المقدسة فلتكن معنا أمين يا أبانا الذي في السماوات. Χριν δε Χριστός Ιησούς πεντσοίς Κύριε λεϊσόν θόκ τετίγω νεμπί οού νεμπισμό νεμπί αμάχι σαϊνε αμήν εμμανουήλ πεννούτι βεν όρο θόκ τετίγω νεμπί οού νεμπισμό νεμπί αμάχι σαϊνε αμήν πεντσοίς Ιησούς πε Χριστός θόκ τετίγω νεμπί οού νεμπισμό νεμπί αμάχι σαϊνε αμήν Χριστός Ιησούς βεν σοις Κύριε λεϊσόν θόκ τετίγω νεμπί οού νεμπισμό νεμπί Shoini amin Emmanuel ben Lotte ben Oro Thor Tetigom Nepion and Besmon and Biam Shoini amin Bashoi Thesos Beret Thor Tetigom Nepion and Besmon and Biam My Shoini amin
بخريستوس إيسوس بن شويس كيريه ليسون ثوق تتيقوم نمبي أوهو نمبسمو نمبي آماهي شاينيهم نمانويل بن نوتي بن أورو ثوق تتيقوم نمبي أوهو نمبسمو نمبي آماهي شاينيهم بن شويس إيسوس بخريستوس توك تتيقوم نمبي أوهو نمبسمو نمبي آماهي شاينيهم إن بخريستوس إيسوس بن شويس كيريه ليسون ثوق تتيقوم نمبي مونم بيا ماي شايني أمين من وين بنوتي بنورو ثوق تتيقوم نمبي مونم بيا ماي شايني أمين بشويس إيسوس برس ثوق تتيقوم نمبي ونم بسمونم بيا ماي شايني أمين خن بخريستوس إيسوس بن شويس كيريه ليسون ثوق تتيقوم نمبي أونم بسمونم بيا ماي شايني أمين منو إلفنوتي بن أورو ثوق تتيقوم نمبي أونم بسمونم بيا ماي شايني أمين بشويس إيسوس بخريستوس ثوق تتيقوم نمبي أونم بسمونم بيا ماي شايني أمين Christos Isos ben chois kirele ison thok teti gom nem pio nem bis mi amai shai ne amin emmanuel ben noti ben oro thok teti gom nem pio nem bis mo nem pio shai ne amin ben chois isos veres thok teti gom nem pio nem bis mo nem pio amai shai ne amin Χεν Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελέησον θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Μανουήλ πεν νούτι πεν ουρό θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Πατσοίς Ιησούς δι Χριστούς θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Χριστός Ιησούς ben chois kyrie eleison thok teti nem pio nem besmonem bia mai sha amin emmanuel ben noti ben oro thok teti gom nem pio nem besmonem mai sha ene amin beshois Iisus beres thok teti gom nem pio nem besmonem bia mai sha ene amin Χεν Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελέησον θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Εμμανουήλ πεν νούτι πεν ουρό θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Πατσοίς Ιησούς Χριστός θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάχι σαίνε αμήν Χριστός Ιησούς πεν Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελέησον θόκ τετιγόμ Βι αμάι σαίνε αμήν Εμμανουήλ πεν νούτι πεν ουρό θόκ τετιγόμ νεμ πι οού νεμ πεσμό νεμ πι αμάι σαίνε αμήν Πατσοίς Ιησούς βέρες Thok tetigum nem pio nem besmonem bia mai shaini amin. Chen bechristos Iisus ben chois kirie leison thok tetigum nem bio nem pismo nem bia more
Christus bier Christus to Yeah.
ان ام بشويس Καταξίου τενέμες της ακροάσεως του Άγιου Ευαγγελίου, Κύριον και των Θεών ημών, εκατεύσομεν σοφία ορθή ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου. Ο αναγνώσισε Εν πι Ευαγγελίον έσω επκάτω Ιωάννην Άγιον. Δόξα σοι Κύριε. Ιερουσαλήμ, ο αυγήμ, είχεν πει ερφέ εννή ετέτη, εχι ευόλνεμ, εσ ο ουνέμ, ετ σρομπινέμ, νηφά ικέρωμα, ευχέμσι ο αυσάμιον, ο εφραγγελίον, ευόλχεν χάνωχο, Αφαίτω τύρω ευόλχεν πι ερφέ, νι εσ ο ονεμ νι εχα ο ο, νι κρέμω ρωμα εντε νι φαί κέρμα αφώνω ευόλω, νο ετραπέζα αφώνω. Τιετσρομπι ευόλ, γε αλι οι εννά ευόλ ταί, εμπι ερ εμπ ιωτο εν οι εν σωτ αβ ερεμ εμ φιάιν γε νιφ μασιτίς, γε σεσχιώτ γε εμπ κοχι εμπι κι, Betaf mo'ot Oshtem b'Evangelion esoev Duxa sikire والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين لأنه هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لإسم الرب هللويا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير بركاته على جميعنا أمين وصعد يسوع لأورشليم فوجد في الهيكل بعت البقر والغنم والحمام والصيارف جلوسا فصنع مخصرة صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر ونصر دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لبعة الحمام ارفعوا هذه من ها هنا ولا تصيروا بيت أبي بيت تجارة ف
فتذكر تلاميذه إنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني، والمجد لله دائما. طرح الساعة السادسة من يوم الاثنين من البصخة المقدسة بركات على جميع أمين. يا لهذه الجسارة التي صنعتها يا شعب إسرائيل أول ميلاد الله، وهذه البلادة التي من كهنتك، إذ موضع الغفران صار موضع الخطية، وبيت الصلاة وموضع الطلبة صيرتموه مسكنا للصوص ومجمعا للعجول والخراف ولباعة الحمام والصيرفة. ما هو هذا الربح المملوء من كل نجس وهذا الظلم الذي صنعتموه؟ لما نظر ابن الله بيت أبيه وهذه كلها تصنع فيه، فأنهم صيروه مسكنا للصوص الخاطفين والظلمة وبيت التجارة، فأخرج البقر والغنم معها، كراسي باعة الحمام وموائد الصيرفة قلبها وبدد دراهمهم. فلما نظر تلاميذه إلى هذا علموا أنه هكذا هو مكتوب لأجله: أن غيرة بيتك أكلتني. فلهذا صنع هكذا بغير خوف سلطانك دائم في السماء وعلى الأرض، وخوفك يا رب زعزع الجبال. أما إسرائيل فقد جهل، فلذلك استترت عنه معونته. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا. فلنمجد ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. هي أجب بسيتي بيه ومي ببصناف انت ببصها اثواب ايفو الخن إيصائياس بي بروفيتيس اريب فزمو ثواب شو بيني من آمين بيجي افنو تيجي ماتي هو ايبالا اسني اويب صاجي ابهيت ان يروساليم ماتي هو اروف جي اف اشاين جي بستفيو ابس نوفي فولي فول جي اسيتشي افول هي توت فيم بشويس انس نوفي افكيب ات اسمي ام بيت اوش ايفول هي ابشا في جي سيفت اف مويت ام ابشويس او صوت النيمان موشي انتن بنوتي طوني ذن نم كلام فوني ذن اف اثيفيو اوهني اتكل كتيرو ناشو بي اف صوتون اوهني اثنا اشتهان مويت افجين اوه اب اه او ام بشويس نا انهبول انت صارك سنفين نا اب او ام فنوتي جي بشويس بطف صاجي او انت ترياث ثواب النوتي شائنين مشائنه انتني انه تيرو امين. نبوات الساعة التاسعة من يوم الاثنين من بصخة المقدسة التي المخلصنا الصالح من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا امين. وأخذ الرب الإله الإنسان الذي خلقه ووضعه في فردوس النعيم ليفلح ويحفظه، وأمر الرب الإله آدم قائلا: من جميع الأشجار التي في الفردوس تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة ابتدال الخير والشر فلا تأكل منها. ف
فإنك في اليوم الذي تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: لا يحسن أن يكون الإنسان وحده، فلنصنع له معينا مثله. وجبل الرب الإله من الأرض جميع وحوش البرية وجميع طيور السماء وأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يسميها. فكل ما سماه به آدم من نفس حية فهو اسمها. وسمى آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع وحوش البرية، وأما آدم فلم يجد له معينا يشبهه. فأوقع الله على آدم سباتا فنام، وأخذ ضلعا من جنبه وملأ موضعها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان كلاهما جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين معا، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وكانت الحية أحكم جميع الوحوش التي خلقها الرب الإله على الأرض. فقالت الحية للمرأة: لماذا قال الله لكما أن لا تأكلا من جميع شجر الفردوس؟ فقالت المرأة للحية: إن من جميع ثمار شجر الفردوس نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الفردوس فقال الله لا تأكل منه ولا تمسا لألا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت بموت، إنما الله عالم إنكما في اليوم الذي تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كآلهة عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وشهية للنظر، عذبة للمذاق، حسنة التأمل إليها، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت بعلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما كلاهما. ولما علم أنهما عريانين خاط من ورق التينة وصنع لهما مآزر، فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الفردوس وقت المساء. فاختفي آدم وزوجته من وجه الرب الإله فيما بين شجر الفردوس. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت يا آدم؟ فقال له: سمعت صوتك ماشيا في الفردوس فخفت لأني عريان فاختبأت. فقال له: ومن أعلمك إنك عريان؟ ألا إنك أكلت من الشجر التي أوصيتك أن لا تأكل منها وحدها فأكلت منها؟ فقال آدم: إن المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: لما فعلت هذا؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا فملعون أنت من بين جميع البهائم وجميع ما على وجه الأرض، وتدبين على صدرك وبطنك وتأكلين ترابا طول أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. وقال للمرأة: تكسيرا أكسر أحزان قلبك وتنهدك، وبالأحزان بالأوجاع تلدين البنين، وإلى رجلك ترجعين وهو يسود عليك. وقال لآدم: بما أنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، فملعون الأرض بسببك، بالمشقة تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الأرض، وبعرق جبينك تأكل خبزك، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى التراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وكساهما. وقال الرب الإله: هوذا آدم قد صار كوحد منا يعرف الخير والشر، والآن لعله يمد يده إلى شجرة الحياة فيأكل منها ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من فردوس النعيم ليعمل في الأرض التي أخذ منها.
فخرج آدم وسكن أمام فردوس النعيم، وجعل الرب كروبيما معه سيف ناري متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة مجدا للثالوث القدوس إلهنا. من إشعياء النبي بركاته على جميع أمين. عزوا وعزوا شعبي أيها الكهنة، قال الله، تكلموا في قلب أورشليم عزوها لأنه قد كسر تواضعها وانحلت خطيتها، وقبلت من يد الرب ضعفين عن خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب وقاوموا في القفر سبلا لإلهنا. كل جبل وكل تل يتضع ويصير المعوج مستقيما والطرق الخشنة إلينا، ويظهر يوم الرب وكل ذي جسد يعين مجد الله، لأن الرب تكلم مجدا للثالوث القدوس إلهنا. أمين. بدو أمثال سليمان الحكيم بركته على جميعنا أمين. أمثال سليمان ابن داود الملك الذي ملك على إسرائيل، لمعرفة الحكمة والأدب، لقبول تدرب الكلام، لتعليم العدل الحقيقي والحكم المستقيم، لكي تعطي لمن لا شر فيهم حكمة وعقلا وفهما للشاب الحدث، لأن الحكيم إذا سمع هذه فيزداد حكمة، والفهيم يكتسب تدبيرا فيفهم المثل والكلام العويس وأقوال الحكماء وغوامضهم. رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم صالح لكل من يعمل به، وتقوى الله هي بدء الفهم، والحكمة والأدب يحتقرهما المنافقون. اسمع يا ابني تأديب أبيك، ولا ترفض مشورة أمك، فإنهما إكليل نعمة لرأسك وقلادة ذهب لعنقك، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا. سنين خنفران فيوت نمشيري كرليسون كرليسون كيريا فلوغوسون. الساعة 9 من يوم الاثنين من بصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح. يا أبانا الذي في السماوات، Χεν δε Χριστός Ιησούς πεντσοίς Κύριε λεϊσόν θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμάχι σαϊνε αμήν εμμένουελ πεννού τί πεν όρο θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμάχι σαϊνε αμήν πετσοίς Ιησούς δι Χριστός θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμάχι σαϊνε αμήν Ιησούς ben chois kyrie eleison thok tetigom nem pio smonam dia mai shaine amin emmanuel ben noti ben or thok tetigom nem pio nem besmonam dia mai be chois Iisus verso thok tetigom nem pio nem besmonam dia Shaini Ami Chem Bechristos Iisus Penchois Kyrie Eleison Thok Tetigom Nembi O'u Nembismo Nembi Amahi Shaini Ami Nemmanuel Pennuti Ben Oro Thok Tetigom Nembi O'u Nembismo Nembi Amahi Shaini Ami Bechois Iisus Bechristos Thok Tetigom Nembi O'u Nembismo Nembi Amahi Shaini Ami Εν μπε Χριστός Ιησούς βεν σοις Κύριε ελεησόν θόκ τετίγομ βισμόν εμπι αμάι σαϊνί αμήν εμμένουιν πελνούτι βεν όρο θόκ τετίγομ εμπιου βισμόν εμπι αμάι σαϊνί αμήν μπε σοις Ιησούς θόκ τετίγομ εμπιουν βισμόν εμπι αμάι σαϊνί αμήν Χεν μπε Χριστός Ιησούς πεντσοίς Κύριε ελεησόν θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμά σαϊνί αμήν εμμένουιλ πεννούτι πεν όρο θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμά σαϊνί αμήν πετσοίς Ιησούς δι Χριστός θόκ τετίγομ νεμ πι οού νεμ πισμό νεμ πι αμά σαϊνί αμήν Εν δε Χριστός Ιησούς βεν σοις Κύριε ελεησόν θόκ τετίγομ
بسمون انبياء ماي شايلي امين امانويل بن نوتي بن اورو ثوك تيتي قوم دم بيهون بسمون انبياء شايلي امين بشوي سيسوس برس ثوك تيتي قوم دم بيهون بسمون انبياء ماي Χριν Χριστός Ιησούς πεν τσοίσι Κύριε ελεησούν τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα σαίνε αμήν εμμένου ηλπεν νούτι πεν ορό τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν πετσοίς Ιησούς δε Χριστού τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν Χριν μπε Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελεησούν τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν εμμένουιλ πεν νούτι πεν ορό τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν πετσοίς Ιησούς βέρετ τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα Χριν μπε Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελεησούν τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν εμμένουιλ πεν νούτι πεν ορό τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε αμήν πετσοίς Ιησούς μπε Χριστός τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε Amen. Be Christos, Isos, ben chois, Kyrie, eleison, thok, tetigom, nem pionem, mi amai, shaini, amin, emmanuel, ben noti, ben oro, thok, tetigom, nem pionem, bismonem, mi amai, shaini, min be chois, Isos, beriston, thok, tetigom, Χριν μπε Χριστός Ιησούς πεν τσοίς Κύριε ελεησούν τόκ τετιγόμ νεμ ποιόν εμ πισμόν εμ ποιάμα ει σαίνε يسوع المسيح لك
والبركة والعزة إلى الأبد آمين. المستودع في
Seus enemas, ti sacrateus tu agio evangelio, kirion ke ton theon imon, e catef somen sofia orthi acusomen tu agio evan, gelio. O anagnosis e بيف انجلونيث اواب كاتمثي ان اجيو دوكسا سيكيري تئزفو انجيني ارشي ايرفس نمني ابرز فيتيروس انتي بيلاوس افجو اموس جي اك ايري اناي خين اش ان ارشيشي اوه نم باتفتي امباي ريشيشي ناك اف اير او او زي انجي ايسوس بي غفنو او جي تناشيني ثينو او 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 صاجي إش شبت إريتين شا شنطامو إروف آنوك هاتنا طاموتين جي أي إيري إناي خن آش إن ريشيشي بي سوما إنتي يؤنس ني أوه إيفول ثؤون بي أو خن إيفول خن إدفي بي شان أو إيفول خن نيرومي بي إنثو
زيناف موك ميك إن إخري إن خيتو أف جو إم موس جي إش شوب أن شا ناغوس جي أف إيفول خين إد في بي إف ناغوس نان جي إز في أو أون إم بتن نهتي إروف إشو بي ذي أن شان غوس جي إيفول خني رومي بيتين إرهوتي خائت هي إمبي ميش يو أن صغار إن توتو هوس أو بي أو إبروفيتيس أو أف إرؤو بيغو إن إيسوس جيتن إيمي أن بيغاف زينو جي أو ذي أنوك هو إن تا تموتين أن جي أي إيري إن ناي خين إيش إرشيشي أو أشتم بف أن قرنيث أو دوساسي كيري النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع اقطار الارض. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد. هللويا. اللهم ترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس. فصل من بشارة الانجيل لمار معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. ولما دخل الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين له بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمتان فإن علمتموني عنها أعلمكم أنا بأي سلطان فعلت هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ أما هم فكان يفكرون في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقولون لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فإنا نخاف من الجمع لأن يوحنا كان عندهم مثل نبي. فجاب وقال ليسوع لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أعلمكم بأي سلطان فعلت هذا. والمجد لله دائما. طرح الساعة التاسعة من يوم الاثنين من البصخة المقدسة مخلصنا الصالح بركة تكون معنا أمين. بيديك اللتين بلا عيب يا رب خلقتني وزينتني مضيئا كالقرمسي ووهبت لي نعيم الفردوس وثمر الأشجار أعطيته لي إنعاما. منحتني عزة سلطانك على كل الخليقة التي تحت السماء وجعلت سائر الأشياء دون جنس الهوام والوحوش ولم تعوزني شيئا من الكرامة وجعلت كل شيء يخضع لي وأوصيتني وصية فخالفتها يا ربي وإلهي.
أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. رأيتك يا آدم كائنا وحدك وكل شيء غير مفرد، فجبلت لك واحدة من عظامك كشبهك ومثالك، وقلت لا يحسن أن تكون وحدك، فاهتممت بك وفعلت لك هذا، وسلطتك عليها وعلى جميع المسكونة كي تكون تحت سلطانك، فأطعتها وتركت أوامري ورفضت قولي ووصاياك. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. اذكرني يا رب إنني تراب وكمثل العشب الذي في الحقل، أعطيتني يا رب عزة قوتك فتناقصت حقارتي شجرة واحدة أوصيتك عنها، فكيف صرت مخالفا لوصيتي واستظلمت المرأة هذه التي لم أوصها مثلك فأطعتها ورفضت كلامي واختفيت في الشجر كي لا أراك. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. وفكرت في العلويات، أعني الألوهية، وأنك تصير خالقا مثل سيدك، فبثمرة الشجرة علمت الخير والشر لتصير إلها. يا آدم أين هو المجد الذي كان لك؟ تعريت من الحلة التي ألبستك إياها، وأخذت الورق من الشجر وسترت عورتك من وجهك. أعلمتك أنني خلقتك وعرفتك عرفتك قبل أن تكون. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. سبقت فأخبرتك من أول الأمر، سلمت إليك كلام وصاياي، وهكذا أعلمتك عن هذه الشجرة من دون جميع الشجر الذي في الفردوس، هذه التي في ثمرتها مرارة الموت، وإنك إن أكلت منها فموتا تموت. وأنا لم أدعك جاهلا، بل أعلمتك قبل أن يكون هذا، فأملت سمعك وأطعتها، كذلك سأجلب عليك العقوبة. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. يا آدم أنت تراب، وسأردك إلى التراب عوض الأعمال التي تجاسرت عليها. وأنت يا حواء لماذا صنعت هكذا وخالفت وصاياي؟ ليس ملاك تكلم معك ولا طائر من الجو، بل وحش ثعبان بطبيعته، فسمعت منه مشورة. فكثيرة هي الأحزان التي تكون لك والتنهد والنوح العظيمان، وسأقيم عداوة بينك وبين الحية وبين نسلك ونسلها إلى انقضاء الدهور، فهو يرصد عقب نسلك ونسلك يسحق رأسه. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. ثم دعا المخلص الحي ولعنها مع طبيعتها، وقال ملعونة أنت من بين جميع الوحوش، وعلى بطنك 90 وتراب الأرض يكون لك طعاما من أجل أنك صرت شكا، فوجد العدو مسكنا فيك وصرت بيتا للشرير. ومن أجل أن الرجل أمال سمعه إليك، فالأرض كلها ملعونة معه. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. وأما الرجل الذي هو آدم أول من سكن في الفردوس، فقال له من أجل أنك سمعت لامرأتك لعنت الأرض بأعمالك، وتعيش يا آدم حزين القلب، والأرض تنبت لك حسكا وشوكا. ثم قال لحواء ستلدين البنين بالأحزان والتنهد، وترجعين إلى بعلك وهو يتسلط عليك، ولا تكون لك راحة في حياتك. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. ثم قال الرب هوذا آدم صار كواحد منا يعرف الخير والشر، فلا أتركه في الفردوس لئلا يمد يمينه ويأكل من شجرة الحياة. فأخرج آدم وامرأته معه من فردوس النعيم،
وجعل كاروبيم وسيف نار لحراسة باب الفردوس. أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة كعظيم رحمتك. إلى أين أذهب من روحك وإلى أين أهرب من وجهك إن صعدت إلى أعلى السماوات أو إلى الأماكن السفلية أجدك هناك؟ ومضى آدم إلى مكان أسفل أمام باب الفردوس ليحرس في الأرض ويأكل ثمرتها عندما كان في خديعة المضل. وكتب على آدم وحواء كتاب رق العبودية لأنه تبع هواءه هو وبنوه كلهم إلى كمال الدهور. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا. فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. في أجبيب سوى تي أجبي سوى تي أجبي بيوا إن بيهو إن بيصناف إن تبي بسخ سوى إبو الخنيسة يز ببروفيتيس شو بني من بجو إموس فاي بي مفريتي إطاف جو إموس إن جيب شويس جي أشو بي بيغو إن إهو إنتي إنتي تناف إتا إتا إهو تي إبو لنخيتس إتا يسينو إبو لإني إن إمي بي إهبي أفتي سينو إبو لخيني تنو بي او خين تي ان انو نمي اي اهو او ايفو لنتي تناف از بيهو اف اي ايو ان اي امون رومي اي موتي او ني امون بيتي تن صوتون ايروي ما مامي تاجي جيمو اهو ان انو هيم اي تيتن ماش اي روش اي صوتيم الانو تيم نووي او هي رات في خنتين موتي نيم افنوتي او ازويت تنو بي افتي الو ام بي او صابو لموتين اي اشتيم ناني وتوبيني مي اتي امون اش قوم اموي انو هن ما سنيو هبي ان ريخين باي قنت I in air of yom in shave. Owo ete teko in han eromi in shave. In ish owi in je no te. Ezbe je emon emo o owo in simo o ezbe ni vi. او اتتن هوت انت بينكو انكاكي او ايكو ان تسبيد ام بريتي ان او بيوفا او اترسيس وابنوتي شاينين ام شاينين تني انترو امين. نبوات الساعة الحادي عشر من يوم الاثنين من البصخة المقدسة من سفر أشعياء النبي بركاته على جميعنا آمين. هكذا يقول الرب أين هو كتاب طلاق أمكم الذي طلقتها بها؟ أو إلى من أسلمتكم؟ هو ذا من أجل خطاياكم وبسبب أثامكم طلقت أمكم. لماذا أتيت وليس إنسان دعوت وليس من مجيب؟ أفقصرت يدي عن أن تخلص أو ثقلت أذني عن السماع؟
إنما خطاياكم قائمة بينكم وبين الله، ومن أجل ذنوبكم صرف وجهه عنكم لئلا يرحمكم. هل ليس لي قوة على خلاصكم؟ هو ذا بغضبي أنشف البحر وأجعل الأنهار كفرا فينتم سمكها من عدم الماء، ويموت بالعطش وألبث السماء ظلاما وأجعل المسح غطاءها مجدا للثالوث الأقدس إلهنا. من يشوع بن صراخ بركه على جميعا امين. اصل الحكمه هي مخافه الرب، واغصانا كسره الايام. غضب الاسيم لا يمكن ان يبرر، لان وقر غضبه يسقطه. الطويل الروح يصبر الى حين ثم يعود السرور. العاقل يكتم كلامه الى حين، وشفاء الكاسرين تنطق بحكمته. في كنز الحكمه امثال المعرفه، اما عند الخاطئ فعباده الله ركس. راغبت في الحكمه فاحفظ الوصايا فهبها لك الرب، فإن الحكمة والآداب هما مخافة رب. والذي يرضيه هو الإيمان والوداعة. لا تكن مخالفا للرب لمخافة الرب، ولا تتقدم إليه بقلبين. لا تكن مرائيا قدام الناس، وكن محترسا لشفتيك. لا ترتفع لألا تسقط، فتجلب على نفسك الهوان، ويكشف رب خفاياك ويسرعك في وسط الجماعة، لأنك لم تتقدم إلى مخافة الرب وقلبك ممتلئ للشن مجدا للثالوث القدوس إلهنا. آمين. Oh,
سنه ايهان بتهوني خاتين ابنوتي اتي باي بيجي ان باي خاني اريو انري انير نو بيخين نيطوبو سسواب ني طائب شوي ستشي اني بولخين ني اشي نتهقو نيم ني اشي اس نانيف ابتشيو ام بي براديسوس الله جي طابتشي والخين الشيشين اسناني بتشوف او طابتشوف ان خين هانشين اطا او اطا ان فو او ان جي اب اطا او امو اون باي الله نم نرومي اي طبقا وما باطو اما خين بجين اسرو اير برا فنين ام بف اير ان اكستي الله في طيبور خيت اف اري امي افول خين فاي اوني سيو ام بين ريت جي اس شي ان اما هني طبوس اسواب انت ابنو تيبول خيني رومي تهو نمني اغاسوس امي بريتي تيبي كوزموس ترف اوه ان ريف رنوفي نم ريف تشي ان جونس نم هان اغاسوس نم هان اكسرتو صلاني ترنوفي اشتم كاف ان خيط الله اوتو او افول تيسون جي بي كاهي ترف و ابشوي سبي او هيس جي كاتبريتي ام بف اي بيريتي بي بي كاهي ترف يي امون او رو شوب او ان ارو ان خيطو او هيس جي كاتبريتي ان نابا بتو او تيرو بيريتي ني ات اير بتو او تيرو خين بكاهي ازوي او انوك اف موتي ارو جي اي اويب ومي شغار صوب اتن امي انجي تنتيها برون خين فيتن قو اموف امبير اهل غار اي اش اير طلمان اما هنك اي خين هانت شوخيم اكشتم صوت ايه اتخن فاي وزيغار امباريني صور انتاني رو بير اورو اتشيرون بي ني ايبو ني فين اخون ابف ايه نيت أري إني نموس نيم نيت أوي إن أتسو تيم إن صوف إف إير إن نيت إس شيئان جي إف إن إف إير إهلي نؤو أن بي الله
أبينا القديس الأنبا شنودة بركاته على جميعنا أمين. قد توجد أعمال نخالها أنها صالحة ولكنها رديئة عند الله، وذلك أننا نرى من يخطئ في المواضع المقدسة ونصبر عليه، وهذا مما يجعله يتمادى في الشر، لأن الرب لم يغرس الفردوس من الأشجار الصالحة وغير الصالحة، بل غرسه من الأشجار الصالحة فقط، ولم يجعل فيه أشجار غير مثمرة ولا ما بها ثمر رديء. وليس هذا فقط، بل والإنسان نفسه الذي جعله فيه، عندما خالف لم يهمل أمره بل أخرجه منه. فمن هذا اعلموا أيها الإخوة الأحباء إنه لا يجب أن تكون بيوت الله المقدسة ملأة من الناس الأشرار والصالحين، بل كما في العالم المملوء من الخطاة والظالمين والقديسين والأنجاس، بل يجب علينا أن نعزل كل من نراه يسلك بغير ترتيب في بيت الله. أنا أعرف أن الأرض كلها هي للرب، فإذا كنا نجعل بيته كباقي الأرض فما هي الميزة إذن له عن غيره؟ فإن كنت أنا الكاهن أفعل الشر كما يفعل الأشرار على الأرض، فلا يحق لي أن أدعى كاهنا، لأنه مرارا كثيرا نخطئ ولا نعرف كيف ندين أنفسنا بما نقوله، لأنه لا يستجري أحد أن يملأ بيتك قذارة إلا إذا رأى منك التهاون، ولا حجاب الملك يجسرون أن يدخلوا بكل إنسان إلى بيته من الحافظين مراسيمه والمخالفين لها إلا بأمره، ومتى عملوا بخلاف ذلك فإنه يقتص منهم. فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنودة الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شوي سنين الخنفران يود نمشيري كريليسون كريليسون. الساعة 11 من يوم الاثنين بصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح بركاتها المقدسة فلتكن معنا. أمين يا أبانا الذي في السماوات. Χεν πε Χριστός Ιησούς πεν σοις Κύριε ελεησόν θόκτε τί γόμ νεμ πι οὐν εμ πεσμό νεμ πι άμα σαϊν εμίν Εμμανουήλ πεν νου τί πεν ωρο θόκτε τί γόμ νεμ πι οὐν εμ πεσμό νεμ πι άμα σαϊν εμίν πατρός Ιησούς πε Χριστός θόκτε τί γόμ νεμ πι οὐν εμ πεσμό νεμ πι άμα σαϊν εμίν. Χριστός Ιησούς ben chois Kyrie eleison thokte ti nem pion em besmon em bia mai shaine amin Emmanuel ben noti ben o thokte ti gom nem pion em besmon em bia mai shai amin ben chois Iisus bereson thokte ti gom nem pion Besmon em bi amay shayne amin. Chen be Christus Iisus ben shoyz kirie leison thok tetigom nem bi oun em besmon em bi amay shayne amin. Manuel penuti ben oro thok tetigom nem bi oun em besmon em bi amay shayne amin. Be shoyz Iisus be Christus thok tetigom nem bi oun em besmon em bi amay. In the Christos Iisus ben chois Kyrie eleison thok tetigom nem besmonem bi amai shaine amin. Emmanuel ben noti ben oro thok tetigom nem pion nem besmonem bi shaine amin. Be chois Iisus berestos thok tetigom nem pion nem besmonem bi amay shaine amin. Chen be Christus Iisus ben chois Kyrie eleison thok tetigom nem bi oun besmonem bi amay shaine amin. Emmanuel ben noti ben oro thok tetigom nem bi oun besmonem bi amay shaine amin. Be chois Iisus be Christus thok tetigom nem bi oun besmonem bi
بيوم شوين امين بخريستوس ايسوس بن شويس كيريه ليسون ثوكتتي نمبيون بسمون بيوم شوين امين امانويل بنوتي بنو ثوكتتي غوم نمبيون بسمون بيوم امين بشويس ايسوس برسوس ثوكتتي غوم نمبيون بسمون My shine, amen. Chen bechristos, Jesus, ben chois kire, leison thok tetigom, nembi o unembes mo nembi ama. Shine, amen, Emmanuel, penuti venoro, thok tetigom, nembi o unembes mo nembi ama. He shine, amen, bechois, Jesus, bechristos, thok tetigom, nembi o unembes mo nembi ama. He shine. In the Christos, Jesus, ben chois kirie leison thoktetin, nempion, embesmon, embiamai, shaine, amin, Emmanuel, ben noti, beno, thoktetin, gom, nempion, embesmon, embiamai, shaine, amin, ben chois, Jesus, beresot, thoktetin, gom, nempion, نمبسمون بيامي شايني آمين خم بخريستوس إيسوس بن شويس كيري ليسون ثوق تتي قوم نمبي أو نمبسمون بيامي شايني آمين منويل بن نوتي بن أورو ثوق تتي قوم نمبي أو نمبسمون بيامي شايني آمين بن شويس إيسوس بخريستوس ثوق تتي قوم نمبي أو نمبسمون En be Christos Jesus ben chois kyrie eleison thoktetigom nempion embesmon embiam shaine amin Emmanuel ben nuti ben uro thoktetigom nempion embesmon embiam shaine amin be chois Jesus veresos thoktetigom nempion Smonem bia mai shaine amin chem bechristos Jesus ten chuis kirie leison tok te ti gom nem bi o nem bismo nem bi amai shaine لك الهوى والمال
Hey.
Yeah.
بولخن بفانجيل يونسو ابكاتا يوان ناجيو صاجين افناف فؤوشا إني بيجين يوزي آناف قوتين وان إيمي جي آون أوزي موني ماك أبرام أفموني إني كبرو فيتي سوان سوك قويموس جي فيسنا أري بصاجي انت إني فقيمتي بيئم فموشا إني مي انسوك اونشتي انسوك بنيوت ابراهام في طفمو دينيم نكبرو في تيس افمو اكئير اموك نيم افئير اوين جي اسوس افقو اموس جي اشوب انوك ايشان تيوني اما فات بائئو إهلي أن بي أفشو بنجي بيوت إسنا تؤوني في إنسو تين تين تو تين تين نقو أموز جي بي تينو تبي وهم بي تين سون سون في آنوك زيتي سون أموك إيشو بزي أيشان قوس جيتي سئون أموف أن إيشو بي أيئوني أموتين إنسا مسنوك الله تي سئون أموف وبفصاجي تي آره إروف أبرام بيت أويت نفس ليل بي أفوشي ناف إيه هو أنتي هو أفناف في راشي بيجين يوزي أون ناف جي إن بتفكير تيب إن روم بي هو إكناف أبراهام بيجي إسوس نوجي أمين أمين تيجو أموس نوتين جبتا امباتي ابراهام شو بانوك بي افيلي اون اون انجينيوزي هنا انسي اهوي اهوف اسوزي افكم في اهو افيفو الخن بيرفي اهو افيني نغموشي بي كنتو ميتي او نفسي نقوى ام بيريتي وشتم بفانجل يونس هو تقصاصي كيري علمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنر عيني لئلا أنام في الموت، لئلا يقول عدوي إني قد قويت عليه الليلويا. اللهم يترف علينا ويرحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيل المقدس، فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير بركاته علينا أمين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود، الآن علمنا أن بك شيطانا قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات
والأنبياء قد ماتوا أيضا، من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع قائلا: إن كنت أمجد نفسي وحدي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني. الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه. وإن قلت إني لست أعرفهم صرت كاذبا مثلكم، لكنني أعرفه وأحفظ كلامه. إبراهيم أبوكم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد وقد رأيت إبراهيم؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فأخذ اليهود حجارة ليرجموه، فتوارى يسوع وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. المجد لله دائما. خان بران انت اترياس نوموسي of the moon.
بعين طائف مي من يوم الاثنين من البصقة المقدسة. أيها النور الحقيقي الذي يضيء المالئ كل مكان في المسكونة، أعني يسوع النور الحقيقي الذي يضيء لجميع الأمم ما خلى اليهود، فإنهم لم يقتربوا من هذا النور ليتأملوه، وأظهر فيهم سره قائلا أن من يؤمن به لن يموت للأبد. اسمعوا كيف أن الجهال ومخالف الناموس قالوا إن معه شيطان يخرج الشياطين. إبراهيم مات والأنبياء أيضا، فكيف لا يموت الذي يؤمن بك؟ إن أنا مجدت نفسي فليس مجد شيء، لي من يمجدني أعلك أعظم من أبينا إبراهيم ومن نسله الذين ذاقوا الموت. لم يكن لك 50 سنة من الزمان، فهل رأيت إبراهيم من يصدقك؟ قال المخلص الحق إنه كائن من قبل أن يكون إبراهيم. نحن أيضا نؤمن معشر الشعوب الجديدة ونواظب على وصاياه في أفواهنا، ونعترف من عمق قلوبنا بالكلمة الحقيقية الذي لضابط الكل، أن الصالح كائن منذ البدء مع الروح القدس المعزي، لم يزل يخبر الجهال المملئين اسما المخالفين الأبناء المرذلين، فجحدوا هذه النعمة العظيمة والعجائب الجزيلة التي أظهرها فيهم. لم يفهموا إنه هو مخلصهم كما قالت الأنبياء، فجحدوه ولم يقبلوه ورفضوا وصاروا بغير إله. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا. بخريستوس اشتناي
Μόνας. Λαϊνά νεφνούτη φιούτ πίπαντο κράτουρ. Ανάστο μήνυ κλίνο μήν τα γονάτ. Λαϊνά νεφνούτη πενσούτηρ. Και ανάστο μήνυ κλίνο μήν τα γονάτ. Λαϊνά νεφνούτη ουγού λαϊνάν. لبو لك ارحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا اقبل صلاة البات قديسين منهم عنا بالصلاة في كل حين واغفر لنا خطايانا كيريه ليسون لبو عن سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الرسولية وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون لبو عن أبائنا أخواتنا المرضى بكل مرض في هذا الدير وكل مكان لكي ينعم لنا الرب إلهنا وإياهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون وصلوا عن أبائنا أخوات المسافرين والذين أضمروا السفر بكل موضع لكي سيطورهم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار أو لنبيع والطرق المسلوكة والذين يعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلهنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن هواية السماء وثمرات الأرض وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها بسلامة ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون واطلبوا عن أبائنا أخوتنا الذين رقدوا وتنايحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا البطاركة وأبائنا المطارنة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة أبائنا الخصوص وأخوتنا الشمامسة وأبائنا الرهبان وأخوتنا العلمانيين وعن كل الذين تنايحوا من المسيحيين لكي ينيح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعاد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراء وكل أواني المذبح لكي يعوضهم الرب إلى هنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن موعظي شعبنا لكي يباركهم الرب إلى هنا ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن هذا الدير وكل مساكن وديارات الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ الساكنين فيها وعن طمأنينة كل العالم أجمع معا لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا البابا المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس الثاني وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة الأنبا بيجول الأنبا غبريال والأنبا رويس لكي يحفظهم الرب ويحفظ لنا حياتهم ويثبتهم على كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أبائنا المطارنة والأساقفة الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل طامات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل الرتب الكهنوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن كل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة وما الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون صلوا واطلبوا عن محب المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطينا النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا كيريه ليسون
صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بكل نوع لكي يترأف الله عنا رواهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في النفي أو السبي المربوطين من جهة رباط الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الدير يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا ما رحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد باسمه لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والبهائم ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعة المقدسة ويرفع شأن المسيحين في كل مسكونة إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة للمخلص الصالح كملها لنا بسلام ورينا بهجة قيامة مقدسة ونحن جميعا سالمين ويغفر لنا خطايانا. تين عينان سيوشون عيرون عريون عيني من خنتك متقورون كيري إلي Jehovah Shekh Sutiemun.
امين هللويا دوكسا باتريك ايوك اغيوم نيف ماتيك نكايك سوسيون استونيون انا من تنوش ولينغو امجي او بن شوي سيسوس به خريستوس فيت واش فيست امروس كي خم خيم بساتاناس سوبي سيت نين تشالا ستيمون وانا انا كيتشيت خريس موي سيستيم توي بن تيمل شي سيدك تيمت خلو انت يا كوبينو غنا تيما سوسال ديكاتي تصد بنتي دافيد تي صوفيه انتي سولومون بيبن بمبارك ليتون في طفئي جني أبوستولوس شويس في عريبون خنب طاويرات فين بنيوت الطيوت بابا أفتا وادروس نم بنيوت إبسكوبوس أفا غابريل نم بنيوت إبسكوبوس أفا تيوفيلوس نم بنيوت إبسكوبوس أفا ريويس نم بنيوت إبسكوبوس أفا بيغو لفنوت انتي اتفائف اي تقرو اوه جنو اثرو نان ميشن روم نمان سيو انهيري نيكون انتهت بيو انو غاجي تيرو ساقي سيت انو اتشالا وجين كولم تغير فلستو سيري اغن تفكين انو بيناني فلخن او ايرين كتاب اثني شتين نوي كريه ليسون كريه ليسون كريه بلوغ يسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تاني اكون يفلقو ام بي اسمو يسوع المسيح الهنا الحقيقة الذي قبل الالام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعنينا ويكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح كامات المقدسة سنين كثيرة أزمنة سلامية بالسؤالات والطلبات التي تصنعها عنا كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا وليت لها قدسة الطاهرة العذراء مريم جميع مصاف الملائكة وكل الطغمات السمائية وصلوات رؤساء الآباء والأنبياء ورسل الشهداء والأبرار والصديقين ومصاف لباس الصليب والنساك والمعترفين الصواح بركة البصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح بركات مقدسة نعمتهم قوتهم وهباتهم محبتهم ومعاناتهم تكون معنا إلى الأبد آمين بخريستوس بنوتي آمين يا ملك السلام أعطينا سلامك كرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأنك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر الحمد يا أبانا الذي في السماوات امدوا بالسلام سنبر ربكم معكم مكرس الساعة 4